كتطبيق بقى على الكلام ده هنشوف مثالين، المثال الاولاني على النيرنس ايكويشن، والمثال التاني بتاع ان احنا نشوف البريشر اللي بيتغير مع الالتيتيود. فالنيرنس ايكويشن هي بتعرف لنا لو انا عندي دلوقتي concentration of ions on two sides of a semi-permeable membrane وعلاقته بالفولتج across the membrane. لو احنا شفنا في مثلا في النيرف سيلز مثلا، كان عارفين ان احنا بيبقى في عندنا الفولتج across النيرف membrane بيبقى حوالي minus 70 ملي فولتس، كويس، وده actually معتمد على الكونسنتريشنز بتاعت الايونز اللي حوالين السيل واللي جوه السيل، الريلاتيف ديستريبيوشنز بتاعهم. فلو احنا قلنا مثلا ان احنا عندنا دلوقتي في كونسنتريشن في يعني في الجانب الاولاني هنا C1 وفي الجانب الثاني C2، ده اكشوالي كونسنتريشن هو عباره عن probability بتاعت ان في عندي عدد من البارتكلز كام في السايد الاولاني وهنا كام في السايد الثاني، يعني probability بتاعت في عندي كام بارتكل هنا بتبقى لها علاقه بالكونسنتريشن، والبروبابيلتي بتاعت كام بارتكل في الناحيه الثانيه بيبقى لها برضه لها علاقه بالكونسنتريشن. انا اتخيل دلوقتي ان انا عندي الانرجي بتاعتي عباره عن اي كي بلس اي بي، اي كي دي اللي هي الكاينتيك انرجي واي بي دي اللي هي بوتنشال انرجي. بوتنشال انرجي بيبقى لها علاقه بالفولتج اكروس ذا ممبرين، عندنا حاجه كل واحده من الايونز الموجوده عندي بتبقى لها تشارج، وفي لو في عندي فولتج اكروس ذا ممبرين يبقى معنى كده ان حسب المكان بتاع البارتكل دوت هيبقى له بوتنشال انرجي بتساوي الكلام ده. الكاينتيك انرجي زي ما هنشوف في شابتر 4 هنلاقي ان هي ثابته ليهم كلهم، يعني كل البارتكلز بتتحرك ببراونيان موشن، وبراونيان موشن لها يعني واحده من الكاركترستكس الاساسيه بتاعتها ان الكاينتيك انرجي بتاعت كل البارتكلز كلها متساويه. اوكي، الكاينتيك انرجي بتاعت بارتكل كبير زي بارتكل صغير كلها متساويه، بس النقطه ان احنا السرعه بقى بتتغير، اوكي، بتاعت الحركه، بس الكاينتيك انرجي ما بتتغيرش في البراونيان موشن. فمعنى كده احنا بنتكلم دلوقتي على ان احنا عندنا الانرجي بتاعت الوضع الاولاني، لو انا عندي انرجي مثلا بتاعت مكان معين ومكان تاني هي كلها معتمدة اساسا على البوتنشال انرجي بتاعتي بتساوي كام. اوكي، فلو احنا حطينا بقى الايكويشن بتاعتنا اللي هي بولتزمان فاكتور اكوردنج للبوتنشال انرجي بتاعتنا دي، هنلاقي ان احنا عندنا البولتزمان فاكتور هيساوي البروبابيلتي بتاعت الحالة الاولانية بتاعت البارتكلز موجوده هنا قد ايه وهنا قد ايه. فمعنى كده هنريليت دلوقتي الكونسنتريشنز بالفولتج الموجود اكروس ذا ممبرين. اوكي، لو احنا حطينا بقى كل البارامترز بتاعتنا وحطينا بقى اعتبرنا الار اللي هي عباره عن الافوجادروز نمبر تايمز الكي بي اللي هي البولتزمان كونستانت، واعتبرنا الاف هي عباره عن ان اي في اي اللي هي واحده من البارامترز الموجوده عندنا، ممكن نغير الفورمولا بتاعتنا دي نحطها بالشكل اللي هو المعتاد بتاع النيرنس ايكويشن، بس اكشوالي الفورمولا الاوليه سي 2 على سي 1 هي برضو تعتبر نيرنس ايكويشن برضو بنفس الشكل اللي هو زي الثانيه بالظبط. يعني هنا الثانيه دي ايكويشن ثانيه، هي مجرد بس ان احنا غيرنا شويه من الكونستنت حطيناها بكونستنت تبقى متعارف عليها اكتر شويه.